مين أقرب حد ليك في الفريق أو المنتخب؟ قول لنا عنه سر محدش يعرفه. والله كلهم قريبين يعني نادي ومنتخب الصراحة، بس ممكن في النادي يعني أنا ليا أصحاب كتير من زمان جدا، بس لو دلوقتي يعني ممكن زيزو، والمنتخب أكرم يسري. سر محدش يعرفه؟ لا اكرم مثلا يعني الناس كلها بتبقى فاكراه ان هو مثلا بيعمل حاجات كده، بس هو بارد كده وبتاع هزار يعني، هو مش بيبقى قصده حاجه ولا اي حاجه. مين اكتر واحد بياكل في الفريق؟ سيسا طبعا يعني، ما شاء الله سيسا يعني، انت مش لاقي الاكل روح عند سيسا تلاقيه واخد الاكل كله. في المنتخب محمد علي طبعا، محدش بياكل في المنتخب برضه. اكتر واحد بيعرف يعمل فيديو على تيك توك مجدي. اكتر واحد بيعيش في مود الحزين وبيسمع اغاني كئيبة انا. مين السوسة اللي عارف كل حاجة بتحصل؟ زيزو. اكتر واحد بيقول افهات او نكت بايخة عمر سامي. اكتر واحد بيغني طول الوقت وصوته وحش لا مش فاكر دي الصراحة، مش اعتقدش كلهم صوتهم وحش يعني. اكتر واحد بيزعل بسرعة طه. اكتر واحد بيهتم بشكله ولبسه المصري. لو رايح خناقة تاخد مين معاك في الفريق؟ ياسر طبعا، ياسر يعني ممكن لا ياسر. مين صاحب انكم تعملوا ترند قماص؟ انا الصراحة. مين اللي يجي التمرين متأخر؟ هو محدش بيقدر يجي التمرين متأخر يعني، هو ديفيد الصراحة انت بتيجي قبل التمرين بنص ساعة. مين أكتر واحد مدمن شاي أو قهوة؟ زيزو برضو وعادل. أكتر واحد بيعمل مقالب في المعسكرات أنا، بس دايما ما بتخلصش على حاجة كويسة بيحصل كارثة بعديها.